بونجور، معكم مدام مها. أنا بسلسلة تعليمية للقواعد اللغة الفرنسية المستوى المتوسط انترميدير، وأنا بباج هذا الدرس الثاني، ونحن بباج 7، نحن بالصفحة 7. أخذنا فيرب إتر مع أحرف الجر في الدرس السابق أ دو شي، وهلا جينا على فيرب إتر كمان فعل الكون مع خونو سوجي ضمائر الرفع المنفصلة، يعني أنا، أنت، هو، هي، نحن، أنتم، هم، هن. جو تو إل إل، نو فو إل إل، مع الفيرب إتر كيف بيصير وكيف بيتغير معه. عنوان المحادثة القصيرة هاي أن غوتار، متأخر. سالو مارك، مرحبا مارك. لو بروف إي لا، الأستاذ هنا، هذا فيرب إتر. لو بروف إي لا، الأستاذ هون. نو، كلا. إي جو نو سي با، وما بعرف. أو إيلي، أين هو؟ إيلي، أين هو؟ أين يكون؟ Où il est? Et les étudiants? والطلاب? Ils sont à la cafétéria. هنن بالكافيتيريا. Il est هو يكون. Ils sont هم يكونوا. Il la s جمع il اللي ما la s sont هي جمع يكون يكونوا. هم جمع المذكر. مفرد مذكر جمع المذكر. Ils sont à la cafétéria. هنن بالكافيتيريا. Alors, إذن, nous sommes en avance. يعني هالشي نحن نكون نسوم ان افونس، نحن مبكرين على الجاي. ان افونس مبكرين، ان غوتار متاخرين. ان افونس ان غوتار يعني نحن مبكرين. نو، لا تفرح، ما لنا مبكرين. اوني ان غوتار، لا نحن متاخرين. اوني حطيت اي تبعت يكون وترجمتها نحن نكون. هاي نفس الشيء تماما مثل هاي، بدل ما اقول نسوم قلت اوني، بستخدم الضمير او اللي بيتصرف مثل ال وبترجمه بمعنى نحن، لا على التعيين، لا على التحديد، لا نحن متاخرين. اذا قلت نسوم ان غوتار نفس الشيء، بس اوني دائما لما بنستخدم الاو اللي هي تصريفه مع الأفعال بيكون بالمفرد أسهل. فمثل ما بدنا ما نحط أونيغ أون غوتار، لا نحن متأخرين. ريغارد لا بوندول، شوف الساعة. بوندول هي ساعة الحيط، ساعة جدارية، بينما مونتخ هي ساعة اليد. مونتخ ساعة جدارية، بوندول. زوت يعني مثل تبان، واخ يا ربي، يعني للسخط او يعني للغضب او هيك شيء. واخ سي فري، صحيح. لور ا شانجي، صحيح. الساعه تغيرت. لور الساعه، ا شانجي يعني صار تغيير في الساعه. شانجي ستنوي، هالليله، بهالليله تغيرت الساعه. سي لور ديتي، صار توقيت الصيفي. سي لور ديتي، توقيت الصيفي. بون، حسنا. اون فا او كافي، نروح على القهوه. اون فا او كافي، اون فا على كافيتيريا. اون فا او كافي، ما عم بركز كثير على اللفظ والقراءه وطريقه الكتابه، لانه نعمله فيديوهات للكتابه لكل المناهج، نقدر نعرف نتعلم معهم كيف تصير القراءه، حتى ما اضيع وقتكم كثير. نرجع التدريبات. ريبوندي سيلون لو موديل، أجب كما في المثال. وي لو بروفيسور، أين هو الأستاذ؟ لما بالسؤال بيجي الفعل قبل الفاعل، أين يكون الأستاذ؟ وي لو بروفيسور، بدي أقول هو، ما بدي أقول الأستاذ. الجواب إذا بدي أقول الأستاذ بقول لو بروفيسور، الأستاذ طبعا مثل الإنجليزي فاعل فعل مفعول به، مو فعل فاعل مثل العربي. لو بروفيسور إي يكون على البيبليوتيك، في المكتبة. كل كلمة بتعدي معنا بدنا نحفظها، هي مفرد مذكر إلا مفرد مؤنث. بيبليوتيك مكتبة، هي لا مفرد مؤنث، ال يعني ذ، هذا
هاي اللي بيقرأ إنجليزي. هلا بس مفرد مؤنث لا بيبليوتك. عموما أغلب الكلمات تنتهي مؤنثة بس مو كلها، لذلك ما بنقدر نعتمد على القاعدة. بيمرق معنا الغداء ونتعلم كيف. وي لو بروفيسور، لو بروفيسور إي à la bibliothèque. أنا ما بدي أقول لو بروفيسور، بدي أحول لضمير بدل الأستاذ بدي أقول هو. كلها تنشال وينزل محلها إيل. إيل يعني هو. إيل. والفعل هو إيه، هو يكون، بس نحن ما عنا إلا بلا فعل، الجملة بدها فعل. يعني إذا قلت هو في المكتبة بالعربي، بالفرنسي لازم أكتب هو يكون في المكتبة، في المكتبة، ما بصير أنقص الفعل. إيلي على بيبليوتيك، هو في المكتبة. أو سون ليزيتيديون، أين الطلاب؟ ليزيتيديون جمع مذكر. جمع مذكر يعني لو بدي أحول أنا إذا بدي أجاوب أو شيء كافي هي لو. إذا بدي أقول إنه هن بالمقهى بقول les étudiants sont، ببدأ بالفاعل وبحطه قبل الفعل وبشيله، هي ما عاد إلا الزملاء عشان تفهم. بقول les étudiants الطلاب sont هن à le café. بالفرنسي ما عندي à le او، هن بي بمكان. تذكروا الدرس السابق les étudiants sont au café. إذا تحول les étudiants إلى ضمير هي هم. le professeur هو. هم مثل بس إلى S. ils sont، إذا شلت الأو بحط إيل بالبداية، sont هي ما عاد إلى الزوم، هلا هم بي كافي في المقهى. ils sont au café، هنن في المقهى. où est le directeur، هاي مثل le professeur مفرد مذكر. اين المدير، هو restaurant بالمطعم le، يعني à le مثل تصير او. وين المدير، le directeur est au restaurant، يعني إيلي حولنا لو ديريكتور لضمير، إيلي أو ريستورون هو بالمطعم. أو سون لي زانفون، أين الأطفال؟ إيكول مفرد مؤنث، إن كانت لو أو لا هي لا، بس بدي احط الابوستروف لانه بدياني بفويل حرف صوتي، اذا هي ا الابوستروف. لازم اقول لي زانفون سون ا ليكول، الاطفال في المدرسه. الاطفال جمع مذكر يعني ايل افيك اس. ايل سون هم، بنقول ils sont les enfants، خلص هاي التغي. ils sont à l'école، هنن في المدرسة. où est le vélo، أين الدراجة؟ le مفرد مذكر. parking مذكر، le parking يعني à le بتصير au. le vélo اللي هي مفرد مذكر اي او باركينغ، الدراجه هي بالموقف سيارات، اذا يعني بالباركينغ. اذا بدي احول لو فيلو مثل لو بروفيسور مفرد بتصير ايل، مع ايل بتجي اي. ايلي او باركينغ. عرفنا الفرق بين كل هدول. إيلي هو يكون للمفرد مذكر، إلسون نحط لها إس، هم يكونوا للجمع المذكر. إذن إيلي هو يكون، إلسون
هم يكونوا. دو ريبوندي سلون لو موديل. نو سوم ان روتار، نحن متاخرين. وي اوني ان روتار، اي نحن متاخرين. شو قلنا؟ اوني مثل نو سوم، نفس المعنى. تمام، نحن نكون. نو سوم ان افونس، نحن مبكرين. وي اوني On avance. إيه نحن مبكرين. Oui, on est en avance. يعني عم يقول Oui, nous sommes en avance. يعني إذا بدي عايفة هيك بس بقول Oui باش نشر استفهام. Nous sommes vendredi. نحن يوم الجمعة. Oui. On est vendredi. Nous sommes le 3 octobre. نحن بثلاثة تشرين الأول. Oui. ولو ما كنا شو عم نقول؟ لا. Oui, on est le 3 octobre. إيه نحن بثلاثة octobre. Nous sommes à l'heure. نحن على الوقت. Oui. On est à l'heure. إيه نحن على الوقت. Trois. Répondez selon les modèles. La directrice est au premier étage. المديرة هي بالطابق الأول. طابق الأول. Premier étage. Oui. Elle est au premier étage. بس قلت نعم وبدال الكلمة حطيت elle لأنه لا مفرد مؤنث. Elle. Oui. Elle est. ضلت كله ضل نفسه شلته. Oui, elle est au premier étage. مثل سألت. Oui, la directrice est au premier étage. Oui, elle est au premier étage. هي للمفرد مؤنث. إذا il est للمفرد مذكر. Elle est للمفرد مؤنث. Nous sommes. نحن نكون. Elle est secrétaire. والسكرتيرات. Elle بنحط لها S. Elles sont. مثل ils sont. Elles sont. Elles sont aussi. وهن كمان au premier étage في الطابق الأول. إذا أنا تنقلي بين إلي و إلسو. لو بروف لو في عندي إلي و إلسو كمان يعني صاروا أربعة. لو بروفيسور est au deuxième étage. الأستاذ هو في الطابق الثاني. وي بدل لو بروفيسور إل إلي او دوزيام مو بأول طابق او دوزيام اتاج هو في الطابق الثاني. اللي زيتوديان والطلاب جمع مذكر. ال سون هنن. الي اوسي بدنا اوسي هوني نقصنا هاي هنن كمان. وي ils sont aussi هنن كمان au deuxième étage. La salle d'informatique صالة المعلوماتية est au troisième étage هي في الطابق الثالث. لا يعني ال. وي كلها la salle d'informatique لعند الفعل. وي elle لأنه مفرد مؤنث. elle au troisième étage هي في الطابق الثالث. Et le laboratoire de langue والمختبر اللغوي انتبهوا le والمختبر اللغوي هلا هي il il est la nulle كلياته. إلي أوسي هو كمان أو تغوازيام إتاج. لا بيبليوتيك إيتو غيت شوسي المكتبة هي في الطابق الأرضي. غيت شوسي يعني طابق الأرضي كلها مع بعضها. لا بيبليوتيك يعني إل. وي
إلي. كل شيء اللي عند قبل الفعل هو الفاعل. وي إلي أو. نعم هي في الطابق الأرضي. غيت شوسي. إلي سال دي كلاس. وقاعات الصف. سال دي كلاس جمع مؤنث يعني إل سون. إل سون أوسي هنن كمان أو غي تشوسي هنن كمان في الطابق الأرضي. عرفنا كيف نستخدم فير إتخ؟ إذن هدول اللي أخذناهم فير إتخ. جو سوي هدول مع الضمائر، هذا الضمير أول كلمة ضمير، برونو بيرسونيل، والثاني هو فير إتخ. جو سوي أ ليكول أنا في المدرسة. Tu es au lycée, أنت في الثانوية، هاي مدرسة ابتدائية هاي ثانوية. Il est à l'université هو في الجامعة، أو elle est à l'université هي في الجامعة، أو on est à l'université نحن في الجامعة. Nous sommes en avance نحن مبكرين. Vous êtes en retard أنتم متأخرين. Ils sont à l'heure هنن على الوقت. Elles sont à l'heure هنن على الوقت. هم على الوقت أو هنن على الوقت. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Elles sont. أنا أكون. أنت تكون. هو يكون. هي تكون. نحن نكون. أنتم تكونوا. هم يكونوا. هن يكون. Je suis. Tu es. Il est. Elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. خلصنا صفحة 7. أنا كنت مقرر بس 15 دقيقة. حاسبوني على الدقيقتين الإضافيات. باي باي. وكان اسمعكم مدام ما فيكم. أغفار. على بخشين.